أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ودرس جديد من دروس اللغة العربية. وحدة تانية لسه معانا درس قراءة بعنوان عالم من ذهب. بيتحدث في هذا الدرس عن العالم المصري مصطفى السيد. مصطفى السيد عالم من ذهب، لم يشغله الذهب والفضة برونقهما وجمالهما للكنز أو الحيازة، وإنما فكر وشغل باله بالخصائص الطبيعية والكيميائية للذهب واستغلالها في اختراع دواء لعلاج مرض السرطان. بنستعرض مع بعض في أحداث الدرس مراحل مصطفى السيد في اكتشاف هذا، في علاج هذا المرض، الخطوات اللي قام بيها في المعمل مع فريقه الطبي، نشأة مصطفى السيد والجوائز اللي حصل عليها. بنستعرض أيضا دور مصطفى السيد في علاج مرضى السرطان في مصر، وبنستعرض الجوائز اللي حصل عليها الدكتور مصطفى السيد. تعالوا نتابع مع بعض أحداث الدرس ونرجع تاني. ودلوقتي تعالوا نستعرض مع بعض أحداث الدرس. الفكرة الأولى عندي، ما يشغل الدكتور مصطفى السيد؟ فقرة بتقول: لم يهتم العالم المصري المولد والنشأة مصطفى السيد بجمال الذهب والفضة ورونقهما، كما لم تفتح شهيته قيمتهما العالية للكنز والحيازة، ولكن الخصائص الطبيعية والكيميائية لأصغر دقائقها هي التي أثارت فضوله بحثا واستقصاء ودراسة في إطار ما يطلق عليه أو يطلق عليها النانو تكنولوجي، والعكوف على التطبيقات الواعدة في عدة مجالات ومنها الطب. يعني ايه الكلام ده؟ ان العالم المصري مصطفى السيد ما شغلش دماغه او ما شغلش باله الذهب والفضه زي ما احنا كده بيشغلنا للكنز والحيازه، وان احنا يبقى عندنا ذهب او ان انا البس خاتم بقى ولا اسوره ولا سنسيال ولا اي حاجه من الذهب والفضه دي، ولكن اللي شغله الخصائص الطبيعيه والكيميائيه واصغر الدقائق فيها هي التي اثارت فضوله بحثا واستقصاء في اللي بيطلق عليه النانو تكنولوجي، والعكوف عليها او تطبيقها في عدة مجالات ومنها الطب. طب عمل ايه او هيعمل ايه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. كلمة يهتم بمعنى ينشغل. لم يهتم يعني لم ينشغل مصطفى السيد بجمال الذهب والفضة ورونقهما. الرونق والبريق واللمعان. طب اللي فتح شهيته يعني رغبته الشديدة، كلمة شهيته هنا بمعنى رغبته الشديدة مش قيمتها العالية للكنز. كلمة الكنز معنى الجمع والادخار، والحيازة اللي هو الامتلاك، ولكن الخصائص الطبيعية اللي هي الصفات الطبيعية والكيميائية لأصغر دقائقها. كلمة دقائقها بمعنى أجزاء متناهية الصغر، هي التي أثارت فضوله يعني حركت فضوله بمعنى رغبته وتطلعه بحثا واستقصاء. الاستقصاء بمعنى البحث او بحث التفاصيل والبحث الدقيق جدا في اطار ما يسمى النانو تكنولوجي. كلمه النانو تكنولوجي بمعنى تكنولوجيا متناهيه الصغر، والعكوف يعني لزوم العمل والمواظبه عليه على التطبيقات الواعده بمعنى المرجو خيرها. كلمه الواعده اللي احنا بننتظر خيرها قدام، هي دي اللي شغلت بال الدكتور مصطفى السيد. يبقى مش قيمة الذهب والفضة اللي احنا او المتعارف عليها بين الناس، ولكن الخصائص الطبيعية لأصغر الدقائق فيها. السؤال بيجي ازاي؟ هل احب مصطفى السيد بالذهب والفضة من اجل امتلاكهم؟ هنقول له لا، لم يهتم مصطفى السيد برونقهما ولا معانه، وما حبش لمعان الذهب والفضة ان هو يمتلكهم، ولم يهتم بهما من اجل الكنز يعني الجمع والادخار والحيازة. كانش عايز يمتلك الذهب والفضة، ومش بيحب الذهب والفضة عشان يبقى عنده أكبر قدر منهم يعني. طب ما الذي جذب انتباه مصطفى السيد إلى الذهب أو الفضة؟ الخصائص اللي هي مفردها خصيصة، الخصائص الطبيعية والكيميائية، هو ده اللي شغل باله بقى. الخصائص الايه؟ الطبيعية والكيميائية لأصغر دقائق هي التي أثارت فضوله بحثا ودراسة. بدأ يشتغل على حتة الخصائص الطبيعية والكيميائية. طب ما المقصود بالنانو تكنولوجي؟ النانو تكنولوجي هي التكنولوجيا متناهية الصغر. فقرة تانية، الذهب والفضة علاج للسرطان. يقول ايه؟
وقد نجح الدكتور مصطفى السيد بمعاونة فريقه الذي يقوده بمدينة أطلانتا الأمريكية في التوصل لأول مرة لشفاء سرطان الجلد بنسبة 100% على الحيوانات، وذلك شوف بقى لعمله عمل إيه؟ باستخدام قطبان ذهب أو فضة فائقة الدقة والصغر، قطبان ذهب والفضة صغيرة جدا، في رصد الخلايا السرطانية والالتصاق بها. يجيب الدقائق الصغيرة جدا بتاعت الذهب والفضة بيحقنها تحت الجلد، فبتلتصق بها الخلايا السرطانية. جسم عندك مجموعة من الخلايا بتبقى موجودة، أو المرض ده عبارة عن خلايا منها فايدة ومنها مضرة، اللي هي الخلايا المريضة اللي بنقول عليها الخلايا السرطانية بتلتصق بمين؟ بالقطبان الذهب أو الفضة. ثم يقوم بإطلاق شعاع ليزر منخفض الطاقة تكتسب هذه القطبان حرارة كافية لإتلاف الخلايا الشريرة. يبقى بعد ما تلتصق الخلايا السرطانية بالقطبان اللي هي بتاعت الذهب أو الفضة بيطلق شعاع ليزر منخفض الطاقة بتكسب القطبان دي حرارة، الحرارة دي بتعمل إيه؟ بتتلف الخلايا السرطانية الشريرة، بينما لا تمس الخلايا السليمة في الجسم، الخلايا السليمة بتفضل زي ما هي. وهذه آلية تعد الأولى من نوعها في العالم، وهذه الخصائص بتستهدف خلايا السرطان الخبيثة، وبذلك يمكن رصد أي ورم بالجلد حيث تتجمع دقائق الذهب النانونية اللي هي صغيرة جدا لتشكل طبقة مضيئة على الخلية المريضة وحدها. انت عندك لما الخلايا جوه في الجسم تبقى خلايا مريضة وخلايا سليمة، الدقائق الصغيرة النانونية دي بتاعت الذهب أو الفضة اللي بتتحط جوه بتحقن جوه أو تحت الجلد بترصد الخلايا، بتعمل شكل مضيء كده، بتلتصق بها الخلايا المريضة وحدها. عند الرصد تحت المجهر بتشاف عن طريق المجهر اللي هو الميكروسكوب، بينما لا ترى الخلايا السليمة فتبدو مثل كوكبة مضيئة وسط جسم معتم. ثم بتسليط شعاع ليزر مرئي منخفض الطاقة على هذه الدقائق تتحول إلى حرارة بامتصاص ضوء الليزر، فتعمل إيه؟ تذيب الخلايا السرطانية. ويمكن ملاحظة الفارق، حيث تظهر تحت المجهر دقائق الذهب كأجسام فائقة الصغر مضيئة وسط مجال معتم، مما يعني قدرة انتقالية فائقة لدقائق الذهب للالتصاق بالخلايا السرطانية. زي ما قلنا بيحقن تحت الجلد بقطبان الذهب أو الفضة دي، فتلتصق بيها الخلايا السرطانية اللي هي الخبيثة أو الشريرة، ويسلط عليها شعاع الليزر منخفض الطاقة ده فتفسد هذه الخلايا السرطانية. طب بعد المفردات اللي عندي، كلمة شفاء يعني علاج فائقة شديدة أو متناهية، الالتصاق اللي هو التعلق والالتحام، الشعاع يعني الضوء، إتلاف إفساد الخلايا اللي هي المادة الأساسية اللي بيتكون منها جسم أي كائن حي، تكون من مجموعة من الخلايا، آلية وسيلة أو بمعنى إمكانية، خبيثة بمعنى الفاسدة، المجهر زي ما قلنا اللي هو الميكروسكوب، تبدو يعني تظهر كوكبة مجموعة معتم اللي هو المضل. ده من المفردات اللي عندي في الفقرة. بيجي السؤال اللي فيه ما نجح الدكتور مصطفى السيد وفريقه. استطاع بمساعدة الفريق الذي يقوده بمدينة أطلانتا الأمريكية في التوصل لأول مرة لشفاء سرطان الجلد بنسبة كام؟ 100% على الحيوانات، باستخدام إيه؟ قطبان ذهب أو فضة فائقة الصغر اللي قلنا النانو تكنولوجي اللي هي متناهية الصغر. طب ما الذي تقوم به قطبان الذهب أو الفضة التي يستخدمها؟ بيعمل بها إيه؟ ذهب والفضة ده اللي هي الحاجات الكيماوية أو اللي قلنا عليها، بيعمل إيه؟ بتقوم هذه القطبان متناهية الصغر في رصد الخلايا السرطانية والالتصاق بها. يبقى الذهب طلع له فايدة كبيرة وغير التزيين بقى. ثم يقوم بإطلاق شعاع ليزر منخفض الطاقة على هذه القطبان فتكتسب حرارة كافية، القطبان دي اللي التصقت بها هذه الخلايا السرطانية الشريرة بتذيبها، يبقى تكتسب حرارة كافية لإذابة إيه؟ هذه الخلايا السرطانية الشريرة فقط، بينما لا تمس الخلايا السليمة. كيف تظهر دقائق الذهب النانونية في الجسم؟ تظهر إزاي؟ على هيئة طبقة مضيئة على جسم الخلية المريضة، وده بيتشاف تحت المجهر، بينما لا ترى الخلايا السليمة فتبدو مثل كوكبة مضيئة وسط جسم معتم. ما القدرة التي تتمتع بها دقائق الذهب؟ تعمل ايه؟ برضو ده سؤال من الأسئلة المهمة.
بيمكن ملاحظة الفرق الواضح لدقائق الذهب، حيث تظهر هذه الدقائق كأجسام فائقة الصغر مضيئة وسط مجال معتم، مما يعني قدرة انتقائية فائقة للذهب للالتصاق بالخلايا السرطانية. الذهب هنا بيلتصق بالخلايا السرطانية الفاسدة وانشالله عليه بعد كده أشعة الليزر اللي بتذيب أو بتموت هذه الخلايا السرطانية. فقرة تانية، رحلة نجاح الدكتور مصطفى السيد. والواقع ان المتابع لسيرة الدكتور مصطفى السيد سوف يجدها حافلة يعني مملوءة بالعمل الجاد الدؤوب الذي اثمر العديد من البحوث والاوراق العلمية التي فاقت 500 مطبوعة، ولذلك نال العديد من الجوائز عبر مسيرته حتى تبوأ في النهاية رئاسة وقيادة معمل ديناميكيات الليزر. بدأت مسيرته بالتخرج في كلية العلوم جامعة عين شمس سنة 1953، وهي الفترة التي قال إنها زرعت فيه أسس الطموح العلمي والذي غرسه فيه مصريون عظام، كما أمضى العديد من السنوات في الدراسة. كلمة سيرة بمعنى تاريخ حياة، سيرة الدكتور مصطفى السيد يعني تاريخ حياة حافلة زي ممتلئة. العمل الدؤوب اللي هو المستمر وعكسها المنقطع أثمر يعني أنتج، فاقت بمعنى زادت وعلت، نال يعني حصل على جوائز عديدة عبر من خلال مسيرته يعني تاريخه علماء عظام بمعنى عظماء. السؤال، هل توصل دكتور مصطفى السيد لفكرته بالصدفة؟ أو بما تميزت سيرة الدكتور مصطفى السيد؟ أو ما الذي أثمرته سيرته؟ هنقوله لم يتوصل لفكرته بسهولة، لأنه قام بإيه؟ عمل إيه الدكتور؟ كثير من العمل الجاد والدؤوب. تاني حاجة، العديد من البحوث العلمية التي زادت عن 500 مطبوعة. تالت حاجة، ما المناصب التي تولاها الدكتور مصطفى السيد؟ قلنا رئيس وقائد معمل ديناميكيات الليزر. ديناميكيات الليزر، رئيس وقائد المعمل ده، حاجة طبعا علمية عظيمة. وتولى لمدة 20 عام رئاسة تحرير مجلة العلوم والكيمياء الطبيعية. بيقعد 20 عام هو رئيس تحرير هذه المجلة اللي بيصدر عنها أهم الأبحاث العلمية في العالم، فدي حاجة طبعا مشرفة. متى بدأت مسيرة الدكتور مصطفى السيد العلمية؟ بدأت مسيرته بالتخرج في كلية العلوم جامعة عين شمس سنة 1953. ماذا قال عن هذه الفترة أو فترة كلية العلوم؟ أنها زرعت فيه أسس الطموح العلمي الذي غرسه فيه أساتذة مصريون عظماء. فقرة تالية هي الجوائز التي حصل عليها الدكتور مصطفى السيد. منح في جامعات أمريكية مرموقة العديد من الجوائز، منها قلادة العلوم الوطنية الأمريكية والتي تعد من أرفع الأوسمة الأمريكية في العلوم، عرفانا بإنجازاته في مجال التكنولوجيا الدقيقة المعروفة باسم النانو تكنولوجي وتطبيقه لهذه التكنولوجيا في علاج السرطان، كما حصل على جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم، كما حصل على العديد من الجوائز الأكاديمية العلمية من مؤسسات عديدة، وتولى على مدار أكثر من 20 عاما رئاسة تحرير مجلة علوم الكيمياء والطبيعة، وهي من أهم المجلات العلمية في العالم. كلمة مرموقة يعني عالية، لكن جامعات مرموقة حاجة يعني معروفة وعالية. أرفع بمعنى أرقى وأعلى، الأوسمة دي شارة بتعلق على الصدر، يبقى مفردها وسام، هو الشارة اللي بتعلق على الصدر. طب خدها ليه؟ عرفانا يعني تقديرا واعترافا. القلادة اللي هي الوسام وجمعها قلادة. ما الجوائز التي حصل عليها؟ السؤال بيجيني كده، قلادة العلوم الوطنية الأمريكية ده واحد، ودي من أرفع الأوسمة الأمريكية في العلوم بسبب إيه؟ عرفانا يعني اعترافا بإنجازاته في مجال التكنولوجيا الدقيقة المعروفة باسم النانو تكنولوجي وتطبيقه لهذه التكنولوجيا في علاج السرطان. يبقى أول حاجة قلادة العلوم الوطنية الأمريكية. تاني حاجة جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم، والعديد من الجوائز الأكاديمية العلمية من مؤسسات عديدة. فقرة بعنوان العلاج بالذهب والفضة. ولقد أعطى مصطفى السيد الذهب والفضة قيمة أعلى مما يعطيها الناس،
لهما. فمنهم من يعني بالتختم والخواتم يعني والزينة بهما، الذهب والفضة اللي بيلبسهم للزينة، وان هو يلبس خواتم وزي ما قلنا حلقان، الحاجات اللي هي المعروفة بالذهب والفضة. وقديما عني الشعراء بالرونق والبريق، ولكن عندما يستخدمان في شفاء مرضى السرطان فكيف تقدر قيمتهما؟ يبقى هنا مصطفى السيد أعطى للذهب والفضة أعلى مما يعطيهما الناس. كلمة يعني، يعني بمعنى يهتم، التختم اللي هو ارتداء الخواتم، البريق بمعنى اللمعان وعكسها الانطفاء. ماذا أعطى الدكتور مصطفى السيد للذهب والفضة؟ وده السؤال المهم. أعطاهم قيمة أعلى مما يعطيها الناس لهما. فمنهم من يعني بالتختم والزينة بهما، وقديما غنى الشعراء بالرونق والبريق، لما مصطفى السيد أعطاهم قيمة أكبر من كده بكتير. فقرة الأخيرة، مصطفى السيد ومرضى السرطان في مصر. لم ينسى الدكتور مصطفى السيد وطنه، بل إنه يعمل على أن يفيد مرضى السرطان في مصر من اختراعه، وعلى هذا ستستفيد مصر وأمريكا والعالم كله من جهود هذا العالم، هذا العالم المصري العظيم. لم ينسى يعني لم يغفل أو ينشغل. كلمة يفيد سهلة بمعنى ينفع، اختراع بمعنى ابتكار. بيقول لك إيه السؤال على الفقرة؟ ما الدليل على وطنية الدكتور مصطفى السيد بالرغم من إعاشته في أمريكا؟ وطنيته كمصري، إن هو لم ينسى وطنه، فهو يعمل على أن يفيد مرضى السرطان في مصر من اختراع، ويعمل على أن يستفيد العالم كله من هذه الجهود. بعد ما استعرضنا مع بعض أحداث الدرس، إيه؟ ما نفسكش تكون زي مصطفى السيد؟ يا رب شوفكوا كلكم دايما أحسن علماء وأحسن ناس في الدنيا ومشرفنا زي الدكتور مصطفى السيد. لو في أي دروس فايتاك تابعنا على قناة الإسكولة، ادخل بس على قوائم التشغيل الترم الثاني لغة عربية، وأشوفكم على خير.